مستمعي الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم لقاء رياضي جديد على شهد اف ام برنامج البطوله 3:30. سعداء جدا ان نكون معكم في 90 دقيقه في نقاش وحوار معكم في مجموعه من المواضيع اللي كتهم درجه اولى كره القدم الوطنيه والدوليه ثم باقي الرياضات. سعيد جدا كابتن فخر الدين رشحي اهلا وسهلا وعواشر مبروكه مره اخرى. او تا العواشر يطولوا عندك الحمد لله حنا كلشي يمتنا عواشر مبارك عواشر مبروك عواشر مبروك انت كديري حالك بغي يقول لك ما كيسالوش العواشر عواشر مبروك صافي العواشر بينينا مولاي مفضينا صافي سالينا دابا دخل نتخدم عواشر اخرى جايه ان شاء الله. تحيه لك منير وتحيه جميع الصديقين وصديقات البرنامج. سي حسين قبل الله يجزيك ما يبقى هو لك بلا هاد العواشر هذه عام ايوه العواشر مبروكه شو هي متنا كل عواشر ديما هي في حقك راه ديما هي متنا كنا كنناقشوا مع الحسين دابا نيت شي شي مواضيع لا لا واحد الرئيس السابق للنادي الافريقي راه غيدخل الحبس ان شاء الله حكمت عليه المحكمه قلت ليه ما كرهناش المحكمه ديال من؟ في تونس وقعوا عنده التهمه هي داخله في لاجيستيون ديال الكلوب وشي شيكات وداك الشيء قلت ليه ما كرهناش هذا الحبس هذا نشوفوا عندنا ان شاء الله راه دخل هذاك ديال البايير ودخل هذا لا عندنا ايوا عبلاتي عبلاتي قال لك فانتظر ان غدا لناظره الى قريب ما عرفتيش كي راك قلت لك راه منير ما كيلاش راه يمكن السي حسين غيكون متفق معنا ما يمكنش تبقى غادي كنسمعوا توا تيقول لي ما يمكنش تبقى غادي في العشوائيه ما يمكنش منير تبقى غادي في العشوائيه العشوائيه كلمه باللغه العربيه هي عشوائيه لا حطيتيها بالدارجه فيها كل شيء تخربيق ما بالله يرضي عليك ما يمكنش تبقى غادي كتخربق نهار بنهار فهمتيني ما يمكنش الحد للحد شوف منير ما يمكنش تبقى نهار بنهار ثلاث ولا اربعه ولا خميس والجمعه ديال الانطريمون لحد ماتش ربحتي هكا ما ربحتيش حكار هذا ما يمكنش تبقى غادي هكا ما يمكنش ما عندك حتى شي حاجه لداخل ها ما عندك والو حوايجك لا ديال الرياضه كيتباعوا فابور ما كاينش دابا انت باريس سان جيرمان جابت ميسي حطت القميص ديالو شحال كيدير هذاك التوني ديال باريس سان جيرمان الفلوس عرفتي شحال كيدير هذاك الفلوس كيدير الفلوس اموني دار باش كيشريو هما من الماكازان الفري راه سبقوهم خوتنا بعدا راه طبعوه هنا لا طبعوه هنا ميسي ولكن تصيدوا داروا فيه نمره 10 حنا اللي جا ميسي خدا 30 ما كاين مشكل رجعوا لهم يديروا لهم يديروا لهم رجعوا زيدوا ماس زيروات بزاف ديال الحويجات اموني ما كتستافدش منها اذا باقي خلينا ساكتين ما نهضروش في هذا الشيء لانه فخر الدين بغيت نبدا معك بتوجيه واحد التعزيه واحد من الاصوات الاذاعيه الله يرحمه واللي عاشر الجيل ديالكم انتم كنتوا كتسمعوه انت كتسمع الاذاعه الوطنيه ولكن مره واحد الصوت ديال الرياضه في ميدي ان واحد الصوت باح مصطفى السباعي الله الله يرحمه مسكين الله يواليه برحمه الله مصطفى السباعي في الاخر كاع اذاعه اخرى اللي مشى لها سميتو كاب راديو اييه مشى لكاب راديو وسبحان الله العظيم مشيت لطنجه ودرت معاه في كاب راديو درت معاه واحد ملي كنت كنشتغل مع اتحاد طنجه عرض عليا ودرت معاه من ايام جلال بوزراره وفؤاد الحناوي ولكن هو من الناس تبارك الله وكان وعنده واحد الصوت معلومه قليل اللي كيعرفها انا كنت كنسمعو حتى في المراسلات الرياضيه ديالو البي بي سي لا تبارك الله عنده واحد الصوت كان عنده صوت هائل الله يرحم مصطفى السباعي الله يرحمه الله يصبر العائله ديالو وكاينه الذكرى التاسعه لوفاه واحد لافونسونتر مغربي اللي هو جواد اقدار مسكين الله يرحمه مسكين جواد عليه وبرحيل جواد اقدار مشى لنا واحد البروفيل ديال دوك اللعابه اللي كتلقاهم كان عطاه الله ديك البنيه ولعب بكري وكان لعب سور كلاسي مع خريبكا هو من مواليد 84 لعب فلاش ديال 16-17 وكان مصطفى مديح الله يرحمه كان كيعتمد عليه هو مصطفى العلاوي ديال الماتش ملي كتشوف دابا ترجع للوراء اموني كتلقى حتى الناس اللي كانت كتشتغل بحال دابا مصطفى الله يرحمه مسكين توا كانت عنده واحد نقولوها بهاد العباره كانت عنده شوفه توا تبارك الله من ناحيه اللعب كيلعبهم صغار لا كان هو كانت عنده لانه الراجل ما خلى ما دوز ماشي كيف كنقولوا حنا جاو ولقاها كيف كنقولوا موجوده لا من الناس اللي اشتغل مسكين وضرب تماره الله يرحم جميع الاموات ديالنا الله يرحمهم ويوسع عليهم ونقطع بك البحر لهيه واش استمتعتي البارح ولا لا؟ شي البارح انت منير كتحيد حيدتي واحد النهار اللي هو كان فين يبان البارح اللي هو ثلاث اتونسيون منير راه ثلاث جميع المباريات اللي تلعبات كانت بواحد لو ريتم
غريب يعني كتقول بحال هادو ما كانوش في لا سيليكسيون ديالهم. الله يرحم الوالدين. ولا ما كانوش اتونسيون كتقول ما كانوش في لا سيليكسيون ديالهم بحال ما كان بحال ما عمرهم ما لعبوا في لا سيليكسيون. هذا كانوا كي كنقولوا حنا هما اللي كانت عندهم ديك جوج سيمانات ديال الراحه وكانوا جالسين. يعني كتشوف لو ريتم انا نعطيك غير واحد كاين جوج ماتشات اللي ما يمكن يوصلهم حتى واحد لان فيهم دروس ديال كره القدم اللي هو البارح ديال اليونايتد مع مانشستر يونايتد مع بارما مع اتلانتا مع اتلانتا سميتو ببرغام وثم الماتش ديال ليفربول مع اتلتيكو مدريد. هادو جوج ماتشات نحيدهم نحطوهم هنا لان كانوا المستوى ديالهم كان عالي عالي لانه كانت اهداف اهداف غير مشروعه كان فار بزاف ديال الحوايج. ثم كاينه مباراه اللي ديال السيتي اللي تنظن تمتع فيها مزيان ولكن فيها واحد انقطاع ايجابيه واكثر وهو اللعاب اللي دخل غوارديولا باقي صغير اموني كيلعب مع ليسبوار مع الامال ويلاه كان كيلعب معاهم ماركي وقيل شي 33 جو سي با وخداه وطلعوا من باقي لعب السبت ولا جو سي با كان بعدا لعب معاه في ماتش ديال الشامبيون دخل رومبلاسون ودخل داك النهار وسجل. هادو حويجات اللي لي زوتر ماتش بحال نشوف الميلان مع 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 البينيفي مع سميتها مع البورتو وي. مع البورتو ما كانش تخسر يمكن انا بالي هذاك الماتش في فوت ولكن كيبقى منير الماتش ديال البارح ما غاديش نهضر لك على على لي زوتر ماتش لان كانوا ماتشات مشاهدين بحال باريس سان جيرمان منير مع مع سميتو مع باريس سان جيرمان مع ليبزيتش مع ليبزيتش 3-2 كان بايرن ميونخ مع بنفيكا بايرن ميونخ اموني تاهي بايرن ميونخ واخا غياب المدرب اللي كان وقيلا مريض ولكن كيبقاو دائما ماكينه 60 فوالا 60 ماشينه منير اللي ما اللي كتقول ماشين ما فيها لا لا الا ولا حتى ما كتبقاش تناقش. ثم ذاك الفريق اللي كيهتهت به كل شيء منير اللي هو سالزبورغ اللي الدراري المعدل ديال الاعمار ديال المرحله تكلمنا عليه وباقي الان كيهضروا عليه وما غيفاجئهم لا بالطريقه ديال اللعيبه منير لا بال ريد بول سالزبورغ الفئات العمريه لا يعني داك الشيء. ثم كيبقى البارسا اللي شويه دبر راه حتى تنقيطات مع دينامو كييف واش واش غتعاونوا ولا لا جو سي با كومان ولا غادي يقول الاهم لنا هو ثلاثه نقط لا ما يقولهاش صعيب الحال انه باقي متابع وحتى ذاك بيكي اللي كان مروض عليه شويه ديال ديال الصداع راه هو اللي ماركا ماركا البارح ولكن كتبقى يبقى الظاهره رونالدو كريستيانو رونالدو مونير كيعطي دروس في كره القدم لذوك اللعابه اللي كيمشيو تخباو مونير في شي فراقي وتيبقاو جالسين السيد باقي مازال مونير منرفز باغي ماركي باغي ملي كان خاسر جوج زيرو واحد الحاله اللي كيبان فيها واحد الهستيريا اللي بانت عليه ما راضيش يا منير ما راضيش ما باغيش يخسر. فتحيه لكل مشاهدي الكرام على صفحه الفيسبوك وتحيه لكل مستمعينا المستمعين ديالنا كنضربوا لكم موعد مع الربعة ونص ان شاء الله. مرحبا بالاراء ديالكم مرحبا بالمكالمات ديالكم على الارقام 05226-1036 05226-0536. من مواضيعنا اليوم لا كاين كاين انا كنتفرج انا متبع من مواضيعنا اليوم البطوله الاحترافيه والمباريات المؤجله ديال الانديه المغربيه واللي تكلمنا عليها قبل ما تلعب اكيد ها هي كتلعب وها هي كتفرز لنا نتائج البطوله الاحترافيه وربعه ديال المباريات ديال الممثلين ديال الكره المغربيه في المنافسات الافريقيه باقي اخر مباراه اليوم. ثم اليوم غنفتحوا واحد القوس اللي كنا وعدناكم به شحال هذه على فريق الكوكب المراكشي بتوفر مجموعه من الاشياء اللي غادي نجلسوا لها بشويه بشويه غادي نتصنتوا من الناس المعنيين بالامر ومن الناس المباشرين في هذا الموضوع عكس الخطاب الرسمي اللي كان سواء في تصريحات او في ندوه صحفيه الى غير ذلك. ثم مواضيع اخرى متفرقه في النصف ساعه الاخير في الجزء الثالث ديال هذه الحلقه. بدايه تحيه لكل مشاهدينا سريان ايمن بناني سمونير واحد السؤال دار لي الصداع في راسي بغيت تجاوبني بصراحه. هو كيسولني انا ولكن ما عرفتش انا شكون غادي انا اللي غنجيب الجواب. قال لي علاش جمعيه قدماء الوداد ما كديرش الجمع العام علاش ديما نفس الوجوه علاش ما تعطاش فرصه لوجوه جديده علاش صابر قدم استقاله ساعتين ورجع. موضوع كبير هذا ايمن انا ما سولتينا على شي حاجه والله ما عندي بها شي علاقه بالله وانا ماشي من القدماء الوداد باش نجاوبك على شي حاجه. نقدروا يمكن انا كيهضر يمكن بصيفتي انا موجود حداك منير هذا موضوع اللي ما علاش نبقاو سميتو. كنظن عطيتي رايك انت شحال هذا. وديما كنعطي رايي ديالي يا منير ديما كنعطي رايي ديالي شكرا ليه لانه صراحه فهمتي بزاف ديال المسائل اللي خصها تغير هي ماشي غير القضيه ديال ولكن مع كامل الاسف الوقت اللي بدا هذا الشيء كيتحرك وكيدير راك عارف كيدخلوا فيه حوايج اخرى وهذا وحنا
في غينان. اه الله يرضي عليك. يونس الدرواغ، رونالدو راس ماله 500 مليار ومازال باغي يعطي، حنا لاعب باغي غطى موبيل والدار كيسحب راسو طفرو. ولكن كاع بعض المرات ماذا كاين اللي كيوقع كثار من هادشي. يونس عندهم زيانات طفرو. طفرو. هذا اللي عندك زوينه. طفرة، طفرة نوعية. فخر الدين، لا لا فخر الدين هو عنده الجواز شحال هذه. ديال هادشي ديال التلقيح. الله وديه. المهدي رسمي. أنا مستعد كاع 18 أنا موجود. جرعة 18. خويا منير حشومة دوك الأجانب اللي لعبوا في الرجاء المهدي السياسي. أح 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 الله الله. خاصة واحد فيهم. ناري ناري ناري. واحد فيهم والله العظيم. السلام عليكم سي منير، سلم على فخر الدين من زاكولا وديما الرجاء صلاح. الله يبارك فيك خويا بارك الله فيك. يونس رشيدي هذاك اللاعب ديال مانشستر سيتي سميتو بالمر عنده 19 سنة. 19 سنة كان دخلوا غوارديولا آخر ربع ساعة ومن بعد الماتش مشى لعب مع فريق U19 وماركا هاتريك. فوالا. خويا فخر الدين البارح درتي النفس في وجدة وما قدات والو عبد الرحمن الريباني. فاش درت فيها النفس؟ مال هو اللي كان مدرب. لا لا بالعكس قلنا على الماتشات اللي ربحات جوج ماتشات. ولكن ولكن بلاتي راه كنمشيو بالمعطيات. حتى هما عندهم اسباب علاش. تنمشيو بالمعطيات. ديما واحد الحاجه كنقولها لفخر الدين وما كانش كيتفق معايا ولكن البارح بانت. يلا مرحبا انا جاي. مرحبا خويا. بصح بصحة زوين تيشيرت. أقديمة تيشيرت. الرايوس بغينا الحاج فخر الدين ترشح لرئاسة الوداد. مرحبا. إن شاء الله. مرحبا. ديما ديما رجاء ديما طنجة أمين. مات زكريا عبوب استقل بين رضا. كنا نهضر على القضيه هذه غير على القضيه منير. دابا القضيه ديال الترشاح وهذاك اللي قال لك الجمعيه راه سمعت انا مؤخرا بان راه كاينين شي ناس دابا كاينين داخلين تيرا الوداد. ايه حتى انا سمعت. انا سمعت سمعت من عند من المقربين ومن المحيط شي حاجه سمعت بان كاينين شي ناس تما وتيقول لك بانهم اللي غادي يديروا غيديروا شكون هما الله اعلم لانه نهار اللي دار الجمع مع الرئيس وكان هذاك الشيء شتي الفوضى اللي ناضت. الفوضى والبكاء كل شيء خارج كيدوي كل شيء خارج كيدوي وخا حنا فغينا على هذا الشيء فغينا سيرتو انا الحمد لله ما بقاش منير تابع لي هذا الشيء سيرتو ملي كتكون دابا المعامله كتوحل حنا كنقولوها شي واحد دخل زلق تما وتعادل قيدات عليه بانه يلعب في الوداد شي واحد ازلق طاح تما دار كسيده تما ولا شي حاجه دابا انت كتقول اللهم من بعد حنا كاع ما لعبنا لا كره لا والو غير باش هذا الشيء راه خصو يعرفوه الناس. واخا غادي ندخلوا المنافسات البطوله الاحترافيه ما تحشنا الفرصه في الحلقه ديال البارح كنا في عطله في مناسبه العواشر ما هضرناش على المباراه ديال اتحاد طنجه الجيش الملكي بسرعه هزيمه اتحاد طنجه مع الجيش الملكي 2-0 كاين منير كنظن بانه كنا كان السؤال اللي كان عندك انت موجه شنو كيفاش غيدخل فريق الجيش الملكي؟ كنظن بان فريق الجيش الملكي البارح نهار الماتش ديال الثلاث دخل بمجموعه هي اللي كتلعب رضا سليم كان رومباسون دخل شفنا حميمي شفنا بعض ما كاينش شي حاجه ما كاينش شي تغييرات اللي هي كبيره كاع دوك اللي كانوا قلم راجعين بليسيون لا ما كانوش عطاهم لي طون دو جو عطاهم لي طون دو جو ما عندي ما نسال كامونير المشكل فين كاين اذا معول عليهم على ما المشكل فين كان المشكل هو في الخرجه ديال الكارديان دو بيت الطرد اللي وقع اثر بشكل كبير وهذاك الطرد دابا المشكله اللي كتعيش اتحاد طنجه وهو عند هذيك لا لين ديال الديفونس صافي لونتون كازوني ما لقاش منير التوليفه كاين حاجه اخرى اللي كتضرني في بالي انا كل مره كنشوف هذاك النصير كيخلي حتى سميتو حتى الاخر وكيدخل دابا هذاك النصير واش اريار دروا ولا ايلي دروا ولا جو سي با كوا دابا انت ملي كتبغي تدخل وكتبغي تعطي دم جديد للفريق اش خصو يكون عندك سور لو بون دو توش مهاجم الله يرضي عليك اجروتا بقى البارح حتى هذاك النهار حتى الدقيقه 75 ولا جو سي با حتى هو كتوضع سؤال وقع لهم واحد الغلط وجيتي سير انا لقيت اللي كان خارج اكسيل انا بوحدي في الدار قلت واش هذا المدرب مدخل اجرته وتخرج اكسيل بالعكس خصك بالزيت الغلط وقع في لو بون في شونجمون شعلة مشكل شكون اللي كيتحمل مسؤوليته واش كاتريام اربيتر منير ولا الكاتب العام ما تصدع ما قبلهاش اكسيل وما قبلهاش كازوني هذه كلها حوايج منير اش كتبين لك هذه العشوائيه ما عندي ما نساك العشوائيه وشي حاجه وقعت كتشوف طنجه كتجري وكدير كتشوف واحد لو جو يا شي حاجه منير كاينه ما ماشي هي هذه المهم حنا بغينا غير انا كنظن بان فريق الجيش الملكي يا منير استغل قدر يسجل معنويا مزيان لهذا حاجه وحده اللي نتفق انا فيها وما عرفتش تفقوا معايا الناس ضربه جزاء منير ما عرفتوش شتيها ولا ما شتيهاش شتها حتى اللاعب اللي نطاح فين شد منير شد في وجهه لا شوف شد في وجهه اللاعب خليت اللقاء ديال انا سو با كونتخ منير انا ما انا غير مع الحق ومع الشوفه ديال اللي شت
راه 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 شوف منير راه ملي كتسالي وتشوف هذاك الماتش بديك الطريقه وتشوف ضربه الجزاء وتشوف لي فوت كيتعلنوا عليهم وندوز نزابي ونشوف الاتليتيكو دو مدريد ونشوف راه تقول واش غدا الا زينا شي فرقه من هادو قلنا لا طلعت لعبي شي ماتش اميكال مع هادو لا واش غادي يقدروا يوقفوا راه دي فوت كيتسيفلوا منير راه 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 حشومه واخا ندوز بك المباريات اللي تلعبوا البارح نهضة بركان واولمبيك خريمكا 3-3 كانت رابحه هضرت معك هنا قلت لك منير راه اطونسيو راه جديد راه خريبكا دارت ان بون ماتش مع جديده راه كتخرج تلعب الكره وضير داكشي اللي داروا مع بركان ما تكتلوش الوراء خرجوا يلعبوا خرجوا يلعبوا الكره ترونكيلمون ايزو ماركيو من الاولين اوكيساو واحد الميت اللي غلط ديالهم هما لان الدفاع ديالهم زاد فيه شويه بداكشي ديال الكره كيبغيو يلعبوا دابا تعرف المغربي ديالنا ملي كتقول لي ما تضيعاش تيزيد فيه هو راه ما تضيعاش ماشي تلعب عليه حضر كاري 18 متر خرج لعب لي حدا الميليو هادشي كنقولوا حنا للدراري تقول شوف بغيتي تلعبها الديفونس بعد منا لعبها في ميليو تيران تقدر تلعبها لقدام واحد لواحد جوج لواحد اخرين البركان 3-1 كيفاش كتقول نهضه بركان راه مدوميني راه غادي شكون لما كتحمل انت المسؤوليه في 3-1 وترجع 3-3 فلورو ايبينغي الله يرضى عليك لي شونجمون ديالو ماشي هما هذوك انا شويه عجبني الفحلي نرجع نهضروا شويه على زوين على بركان ومن بعد ناخذوا واش بان كاين تحسن على كان على الاقل ملي كتماركي ثلاثه تبيوت لا هادشي اللي داز التحسن اللي كان منير وهو شفنا الفحلي قريب من الشباك مساوي لا شفنا بعدا على الاقل الفحلي قريب من الشباك غير هو خصو شويه ما باقيش كيشد الكره بزاف وما تيلعب شويه علاش كنقول لك انايا دابا هاد المدربين خاصكم تشتغلوا نحيد لهاد اللعاب لي ديشيك ونعطي لي حاجه مزيانه باش كنزيد نسقلو هاد غريزمان قبل ما يمشي من لاتيتيكو راه صيفطو سيميوني للبارسا باش ها هو رجع عاوتاني ها هو في لا سيليكسيون كيبان لك خدام كنحيد ليه خصني نحيد ليه شي حاجه اللي ما حنا دابا عندنا الفحلي ها هو وي الا ماركي ان بيوت كان خصو يماركي اكثر راه ما كانش محظوظ البارح واخا الحارس الخريبكا كرجع ليه الفضل في التعادل لان الكره ديال الفحلي اللي ضرب وجبدها برجليه يعني با دوني تو الموند تبارك الله عليه وقدروا خريبكي ماركيو بيوت زوينين دوزيام بيوت كانوا الثاني والثالث كانوا دي بو بيوت على الجانب السلبي دابا ديال نهضه بركان هو هذا داك التراخي اللي وقع وشنو من غير تراخي منير التراخي شكون اللي كيديروا نقول لك واحد القضيه تغييرات شحال شونجمون عندك خمسه يا اما كتنجح بهم الفرقه ديالك وتزيد تسجل وتحافظ ولا كتزعزع هذا الشيء اللي وقع البارح وكان هضر على نهضه بركان لان واحد من الممثلين ديال المغرب فكان ديما كنقيسوا ماتش ديال البطوله ولا ارتكبت نفس الاخطاء مع خصم اخر من قردان ولا هذا نطرح لك واحد السؤال الله يرحم باك مرحبا من هذيك الرجعه اللي رجعت اولمبيك خريبكا ضد نهضه بركان البارح 3-3 ما طرحتش لك علامه استفهام شي تخوف الفريق التونسي يجي يدير لك شي حاجه هنايا لا وصاد انا كنظن بانه حيت طلعوا على حيت 3-1 كتقول البارح انا كنظن ايبينكي ولا عاوتاني خريبكا البارح كانوا عندها دي جوار اللي يقدروا يديروا ديسيزيون تاد بن قردان انا ما بان لي فيها حتى شي حاجه الكره هذه ثاني لا واخا الكره منير تبان لك شي حاجه بن قردان يبان لك شي واحد كندير لك المشاكل تما كاين واحد السيناريو خير السيناريو اللي عطيتك راه هو اللي عطيتك منير ذاك المره ما تراجعش عليه قلت لك كاينه 90% ولا 99% وكاينه 1% 1% ديال شي بالاري حتى شي تساطيحه اللي خليت لك انا وماركيو لك هنا ويمحلوك وتولي متعادل تولي تعادل خصك تقلب على بينانتيات ولا حاجه اولمبيك خريبكا في مزيان في كلمه مزيان منير الانتقادات اللي دارت على كركاش مؤخرا شوف هذيك الانتقادات انا عا كتجيني انا طونكو الفرقه هي طلعت من دوزيام ديفيزيون جاوب على البارح راه خدامين راه ما غاديين راه ما غاديين غاديين قال لك كاين عندنا مشكل في لي بازاريتي وعندنا 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 وخا هو راه كان خصو يخبيها لانه ما خصوش يقولها لانه بحال كيبيع براسو سميتو لي زوتر اونترينور ولكن خدامين عجبوني انا في ذوك اللمسات ديالهم ديال الكره وداك الشيء راه غاديين كياخذوا الثقه منير راه سوني با فاسيل منير تماركا ليكستيريو 3 بيت وتماركي دو بيت كونتر جديده وهذا سي بيان سي بيان اللي شوف اللي كتستحق شي حاجه نعطيوها ليه وتحيه للحكم ديال بركان وخريبكا جلال جيد تحيه ليه عجبني غادي مع الكره كيطيح شي واحد كينوض ما كاين لا فار لا حتى شي حاجه انا عجبني عجبني تجي جاك لو ريتم ديال الماتش غادي ما بيش ما بيش انا اللي عجبني عجبني شوف ما كاينش اللي يزين الماتش قد التحكيم الطريقه ديال التحكيم اللي دار جيد كانت مزيانه اشاك فوا شو طاح في فحلي كدا لي بيدي بحال هكا كيطيح شي لعاب كان قريب من العمليات راه كاين دي ماتش منير اللي راه مشكله منير يعني مشكلة. تنتم مع داك الطرح ديال في كل ما كان الحكم
إنا بيرسو في شي ماتش كتعرف الماتش راه مزيان. لا لا الا كان الحكم ما كيبانش فيه. انا خصني باش ما يقيدوش عليا الناس السلبي اشاك فوا نهضر على الحكم. لا ملي كيكون الحكم مزيان راه مزيان تنعطيه مزيان. انا صبري عزيز عليا في التحكيم ديالو، يمكن مع طنجال مع الجيش ضربه جزاء ويسمح ليها واش الناس متفقين معايا ولا لا. ضربه جزاء ما تنضمش مونير، ما تنضمش. ملي كتفكر ملي كنفكر ملي كتفكر كايزر شيف وتونغيت كتوقع اي حاجه. وي يونس شوف الكره هذه ومنفوخه بالبرد وما كتعرفش شنو غادي يوقع. داكشي علاش راه بناء على المعطيات فريق بن قردان تمسير على قد الحال ولكن خلينا ديما خلينا في القضيه ديال ديك 100 ديك الواحد ديك الواحد اللي ذكرتيه انا وياك. قلت لك زعما فريق بحال هذا ما تعرفش بزاف اموني بزاف. شنا هادشي شنا والله تاع شنا. سي امين امين شكرا لك اخويا، تحيه لك. سناء سوسن منير تطرق الى لا اخويا شوف اللي بغى يكتب شي حاجه على المغرب شغل هذاك الله يعاونو. خلينا حنايا في بلادنا كنناقشوا داك الشيء ديالنا لداخل. اللي بغى يكتب اللي بغى يهضر ما تساليش اموني ما تساليش. بقى كل مره تجاوب هذا هضر على هذا ما تساليش صافي. وضيعوا حنا واحد القضيه الحمد لله المغرب داير هذه القضيه النخال. لا والو خدامين الحمد لله البلاد خدامه وكل شيء خدام. ياسين اولمبيك خرب كاع حرمات من ضربه جزاء واضحه. خويا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، نتسناو اللقاء ديال التحكيم الله يرحم والديك. والله هذا الشيء ديال الحالات التحكيميه انا شحال من حاله كان كنا كنهضروا عليها كنقول هذه فهذاك اللقاء كيقول لك وبناء على فوالا الله ذلك اللهم نتكمشت انايا. ابراهيم المتيت ركائز برنامج الانتخابي الانيس محفوظ المرشح لرئاسه الرجاء. خويا ملي غادي يقرر الجمع العام ديال الرجاء ان شاء الله نهضروا على البرامج ديال انيس محفوظ وديال رضوان الرامي وديال جمال الدين الخلفاوي. انتم دائما في استماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. تحيه لكم مستمعينا الكرام وتحيه لكم المشاهدين على صفحه الفيسبوك. مجموعه من التعليقات. فخر الدين مرحبا لك يوسف. الكوكب المراكشي ولا فيه ثقب كبير ناتج عن تراكمات سيريه عشوائيه. هذا يوسف. واحد الكومونتير اخر ديال احد الاصدقاء ديالنا قال لك كنطلب من السي فخر الدين ما يرتاش بالاسئله على الكوكب المراكشي. بمعنى بحالاش بمعنى ما تكيش ما تكيش زعما سول على الكوكب المراكشي. احنا الحمد لله دائما كنا كنهضروا حنا كاع الفرق المغربيه اللي دوزت معاها انايا واحد المده في البطوله منير ودوزت مع اللاعبين ديالها وداك الشيء كي ومسيرين ولا جمهور كيبقى فيه الحال نشوفها وصلت لهذ الحاله. والسي فيصل الحمر شكرا لك اخويا، نتمنوا نكونوا في مستوى التطلعات. قال لي اول مره غادي نعرفوا الصراحه ديال صراحه المشكل ديال الكوكب معكم. نتمنوا نكونوا عارفين غير واحد الحاجه لان حتى الزاويه اللي خدينا منها انتظرنا طويلا باش نقدروا نفتحوا هاد الزاويه هذه. فسعداء جدا ومعنا مباشره عضو المكتب المديري لفريق الكوكب المراكشي سي يونس التاجر. يونس التاجر مرحبا. مرحبا بالسي فيصل بالسي مولير مرحبا بالسي فخر الدين. الله يبارك فيك. كيف الحال خويا يونس لاباس عليك؟ صافا ما باس الحمد لله الله يبارك فيك. غير للتذكير يونس تجرى احد اللاعبين السابقين ديال الكوكب. والله وديهم ياك كتقولها لي انا انا وذكر وسولوا هو على فخر الدين. سول 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 يونس على فخر الدين هو غادي يقول لك. ها هو انا نسول يونس على فخر الدين. انا سولت كيونس على فخر الدين. انا ممكن يوصل لي على باه كاع قدوه تاع هذاك القدوه تاع الله يبارك فيك. الله يبارك فيك قدوه تاع المثال الاعلى تاع الله يبارك فيك. فندخل معك مباشره للموضوع السي يونس. حنا بغض النظر على الراي الرسمي ديال نادي الكوكب المراكشي واللي كيتمثل في المكتب المديري والاعضاء ديالو والرئيس ديالو، الراي الرسمي بالنسبه لنا ملي احترمنا الترتيب هو ما قاله رضوان حانيش رئيس فريق الكوكب المراكشي في الندوه الصحفيه اللي كانت مؤخرا واللي كان حاضر فيها المشرف العام السي محمد بوطهير اللي كان مدرب ديال الفريق، كان حاضر فيها كذلك حتى امين المال، كان الحديث على واحد المجموعه ديال الاشياء. انا خديت بالضبط وحاولت نركز عليك سيون ستاجر لانه حسب الاعضاء ديال المكتب المديري ما كاينش واحد الاجماع، كاين واحد الاختلاف في الرؤى ومن بين الرؤى المختلفه مع الراي الرسمي هو الراي ديال يونس التاجر. يونس التاجر شنو التعليق ديالك بعدا على ما يحدث في الكوكب المراكشي وعلى اخر خرجه ديال الرئيس والاعضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كانت عندنا هذه كان عندي الحظ انني نرجع للفريق الام وفريق الكوكب المراكشي وهذه المراكه مسير. فكانت بعض العراقيل لانه الطرفيه اللي خدينا فيها الفريق والمشاكل اللي كانت تعيشها وتراكمات المشاكل لا الماديه ولا
سيريا ولا فكان كان داكشي كثير وبزاف، فكان بعض الفراغ فراغ كبير، وكان بعض المشاكل اللي كان لأغلبيتها كنا كان مشاكل مع الفيفا، يعني كانوا بعض الليتيج اللي كانت الفيفا تتراسل به الفرق وسورتو الفريق الكوكب المراكشي، وما كانش تجاوب مع الـ مع الـ مع الـ الرؤساء اللي سبقوا المكاتب اللي سبقوا، ما كانش تجاوب. يعني من عهد يعني خويا يونس باش نكونوا غاديين شويه بالترتيب، يعني من عهد الرؤساء السابقين قبل رضوان حانيش، يعني من عادل مربوح ويمكن حتى فؤاد الورزازي وانت جاي. اكزاكتومون. فهاد المشاكل هذه فالمكتب الجديد هذا دخل على المشاكل، دخل باش يحل المشاكل، باش يرجع القانونيه للفريق، باش يرجع الاستقرار المادي، ويحاول يهيك الفريق اللي يقدر يرجع يعني القوى ويرجع للمكانة تاعو الأساسية وهي الوطني الأول. فكان هذا بالنسبة لنا خذوه هاد لي جون هادو اللي كانوا في المكتب، فكان هو يعني مثلا تشالنج كما فاخذنا هاد على العاتق تاعنا ودخلنا الغمار تاع ما عرفنا ما سالش، انما كان بزاف تاع العراق يعني انت تعرف بحكم وانا ثق في الميدان الرياضي كثير في المغرب، فكاين بعض العراقيل، كاين بعض المتاكيد، كاين بعض كما تنقولوا كاين الناس اللي كيديروا تيحاولوا يوقفوا المسيره تاع المكتب وداك اللي يحاول يغير، فكان داك خطير جدا. نعم نمشي معك سيونس، نمشي معك النقطة التي أفاضت الكأس هذا العام. يمكن هذه المشاكل اللي تكلمتي عليها تكلموا عليها الجمهور ديال الكوكب والمتتبعين طيلة الموسمين اللي دازوا، وفريق الكوكب المراكشي خصو دماء جديدة، خصو مكتب جديد، خصو يحل المشاكل إلى غير ذلك، وداز الموسم الماضي بالرغم من كاع المشاكل اللي كان فيها الفريق مع المجيء ديال الدميعي وإنقاذ الفريق في آخر الدورات. مع بداية هذا الموسم فجأة كنلقاو بأنه فريق الكوكب المراكشي عنده مشكل ديال ليتيج، أنه ما خلصش شي حاجة لا فيفا، أن اللاعبين ما مكلفينش إلى غير ذلك. ملي كنجيو نتبعوا وكنظن وأنه هذا هو علاش سيونس تجنت معنا الآن، أنك كنت مسؤول على التواصل وكنت تحت يديك هذه الملفات هذه، واش المشكل غير ديال بداية الموسم ولا أنه يعود لشهر ماي ولا أفريل ولا مارس كاع ديال 2021؟ لا وهذا المشكل هذا مشكل قديم جدا. فكانت كوكب كان عندها واحد الكونسيل ديسيبلين في الفيفا، لان رفضت يعني سنوات ومن سنوات تترسم الفيفا على قبل دي دوسي تعبا اللي ما توصلوش بالمستحقات تاعهم، وكانت يتزادوا لي بيناليتي، وما كانش اي واحد ما كانش يراسلوهم. فالمفروض انك غادي تدوز الكونسيل ديسيبلين، اللي تاجل واحد دو فوا، كان غادي يدوز في لو 11 مارس ولا داز في 25 مارس، وتحكم على الفريق الكوكب، رغم ان الكوكب المراكشي يعني صفى ارجع لو كونتا زيرو مع الفيفا وخلص سميتو. فكان من المفروض يتعاقب فريق الكوكب المراكشي، لانه هاد المشكل هذا كان قديم. لما ما تتجاوبش الفيفا وما تتجاوبش الارساليات لي زيميل تاعك، ولكن علاش ما كيتجاوبوش؟ هذا سؤال خاصك تعرف سي مدير، لان في لاباساسيون اللي كنا درنا من فاش خدينا المكتب راه ما حتى ورقه، ما لقينا حتى بيسي، وما لقينا حتى اون باز دو دوني لا لي ليسونس لا. فكان واحد يعني كانت واحد المشكل اللي دخلتي للفريق ودخلتي على زيرو باش تجيب المعلومه، كان خاصك دير لي مايل بيغ تمشي للجامعه باش تجيب المعلومات، كان خاصك تحاول تراسل هذوك اللعابه باش عاوتاني يدخلوا يراسلوا الفيفا، فبدينا على زيرو ما كان حتى. وهذا راه يمكن حتى المحضر تاع التسليم تاع الامور اللي كانت دازت لاباساسيون اللي دازت بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، فممكن نرجعوا ليه باش 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 نتعرفوا على يعني الحاله كيفاش دازت هاد لاباساسيون. فكما تنقول لك فهذا كان المفروض يعني كنا تنتسناو واحد سميتو، وكان هو توقيف لاتريف تاع ليتي، كان الحكم
باش نشرح للناس سيونس، كان الحكم على فريق الكوكب المراكشي بالمنع ديالو من الانتدابات. امتى حكمات الفيفا؟ امتى صدر هذا الحكم بالضبط؟ الحكم صدر لو 25 مارس. كنعرفوا بانه الاتحاد الدولي، وصحح لي الا كنت غلط، ان الفيفا ما كتراسلش لي كلوب مباشره، كتراسل الاتحاد المحلي اللي هو الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بالحكم، لانه الفريق تحت اللواء ديالها، عاد لا فيدراسيون كتراسلكم. واش وقع هذا الشيء ولا لا؟ فهذا هو المشكل اللي الان حنا باقيين انا وقت دا في سي جيف بالخصوص، لانه عندي سلمنا مع الادمينستراسيون تاع الكلوب، فما توصلناش اي اخبار لو 25 مارس، فتنفاجئوا حتى 22 افريل تنتوصلوا بارسالية بان تخبرونا بانه راه الحكم نهائي، وبانه كان عندنا واحد 10 ايام ديال الاستئناف pour faire l'appel بالنسبه للاستئناف تاع سميتو، وما يعني ما تخبرناش بها. فتكلمت انا مع الاداري تاع الفريق، وليت ليا واحد يعني عندي دوكيومون اوفيسيال من الاداري بانه اون غير غوسي من لا فيدراسيون. واش هذا يا غلط يعني الكترونيك داز دي ايميل اخرين؟ فكاين مجموعه تاع المعطيات اللي باقي حتى الان حنا وني اونطران دو فار لافيستيغاسيون باش نعرفوا شكون اللي مورا هذا الشيء، واش هذا غلط يعني عفوي ولا غلط يعني مقصود. فما نقدرش نحكموا عليه الان، ولكن حسب المعلومه دابا من هذا الشيء اللي كنسمع انايا، ان ما بين لو 25 مارس وما بين لو 22 افريل والوقت ديال الاستئناف اللي داز، ان الفريق كان خصو يتخبر من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وما تخبرش. يعني هذه هي المعلومه اللي عندنا حنا دابا. نمشي معاك نزيد شويه. ها هو الفريق تمنع من الانتدابات، ولكن في الميركاتو الصيفي شفنا الفريق كينتدب وكيدير تعاقدات. فانا فين كان شويه تاع اختلاف مع بعض الاخوه اللي كانوا في المكتب مع الرئيس، فكان يعني فكانت اون ابروش، ولكن الرئيس لو سمعتي الرئيس في الندوه الصحفيه سمعتو قال لك عندنا ضمانات. كان ضمانات، فهاد الضمانات انا اشنا هي؟ يعني هاد الضمانات اكزاكتومون، فانا تنسائل على هاد الضمانات اشنا هي وكي كانت ومن عند من. يعني الضمانات غادي تكون نورمالمون غادي تكون غادي تجي من الجامعه، يعني هل هي مكتوبه ولا شفهيه؟ فهذا هذا حاجه اخرى اللي ديما انايا ناخذها من الحين. يعني تنحاول ديما نقول للاخوه باننا تكون ارساليات، اي كوميونيكاسيون مع الجامعه ولا شي حاجه تكون لا تراس، تكون دي ايميل دي دوكيومون اوفيسيال، لا من النادي ولا من الجامعه. انا اسمح لي اخويا يونس ناخذ غير الراي ديال فخر الدين. انت جوج ديال الحوايج بعدا عرفناهم، انه كان خص يكون اخبار من لا فيدراسيون ما كانش، ورغم ذلك مشيتي انت كرئيس وعارف بانه كاين حكم، مشيتي كتنتدب كتقول راه عندي ضمانات. لا شوف منير، يمكن فريق الكوكب المراكشي منذ مده هو كيتخبط واحد المشاكل اللي كبيره بزاف. يونس كيتكلم وتيقول لك ما يعني لقيتها اللي بغاو يترشحوا باش يدخلوا باش ما تلقى حتى شي ورقه في واحد النادي اللي هو كان نادي كوكب المراكشي وما تلقاش فيها منير حتى شي ورقه. هذه بدا شي حاجه اللي هي معضله كبيره. ثم انا بالنسبه لي التسيير وحتى القضيه اللي كيقول هو انه كاين بعض الناس اخرين اللي كيخسروا ولا كيعكروا لك كيف كنقولوا حنا الطريق، ولا كيديروا لك بزاف ديال المسائل باش ما تنجحش. هذيك مسائل نقدر نتفق مع يونس اللي كيعيشوها بزاف ديال الفرق في المغرب. يعني ما كاينش اللي كيبغي يمشي، هو ما باغيش يخدم وما باغيش يمشي، هذه جوج الحوايج سبحان الله العظيم ما كتفهم فيها والو. ولكن انا السؤال اللي كنطرح انا دابا الان، كتدخل على واحد الفريق خاصك تحمل واحد المسؤوليه كبيره. انا دابا كان السؤال اللي كان وضع، انا يونس كنعرفو الدري اللي كان تما باقي صغير وهذا واحد النهار غادي ما بيتهالي كان هضر معايا وقال لي كنتفاجئ انا دابا هو دخل على انه كي باغي يسير في نادي الكوكب المراكشي. ما سهلاش لان غادي على العاتق ديالك واحد شي حاجه اللي هي كبيره بزاف. لان باش الفارقه منير يوقف على رجليه دابا خصو ولا بزاف ديال الحوايج،
ما تقدرش على البقاء في القسم الوطني الثاني وما تقدرش توقف. هذا الفريق غير يوقف على رجلي. دابا الفريق اللي كان واحد وقيته كيتصارع على انه يطلع للقسم الوطني الاول ولا يبقى في القسم الوطني الثاني. هذه مسائل ما بقاتش مطروحه. المشكل اللي مطروح هذه الفرقه فين غاديه؟ مين غادي تمول؟ واش كاين غير هاد لي ليتيج ولا باقي شي حاجه اخرى جايه؟ دابا منير حنا اشاك فوا كنسمعوا هادشي ولكن نعم سي فخربين من ناحيه تاع البرنامج سورتو الماليه الان الان هاد السنه بالفعل كانت السنه اللي مرات كانت سنه يعني كارثيه بمعنى الكلمه. يعني الملعب ما كانش عندنا اي مسانده لا من يعني انه كانت فتره انتخابيه وعرفتي انت كان بزاف تاع فتا تكون تيكونوا دي زونجو اخرين تيكونوا بعض مسائل اخرين كاين حسابات اخرى. فهاد السنه هادي اللي كاين بوادر تاع 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 الاستقرار مادي غادي يكون في الفريق بحكم الاتفاقيات اللي كاينه والان صدد يعني لا سينياتور تاعها وغادي يعني تحل الازمه. وهذا بحد ذاته كاين هادشي باقي غير سور بابي سيونس سور بابي ولكن بحد ذاته ولكن هادو سيونس هادو سمح لي قطعتك. هاد الناس اللي بغاو يجيو عندك راك انت عارف راه ما غنجي عندك حتى نعرف اصلا فين جاي. بيان سور انا كرئيس الشركه ولا ما نسميش راسي انا غدا غتجي انت تجي عندي الكوكب بشخص ولا يقول لي انا حنا بغينا ويا با بروبليم ولكن اشناهو ياك كاين برنامج او كان عندنا اجتماع وعندنا اجتماع اخر مع السيد الرئيس كان واحد الاشتغال على الشان المالي للفريق والرجوع لنا باش نحيدوا الديونيه تاع الفريق. فهذا هو الاساس هو نحيد نرجعوا للفريق المسار تاعو من الناحيه الماديه والهيكله النادي بور ستركتور لو كلوب ونحطوا ليه واحد لورغانيغرام اللي غادي يكون لانه اهم حاجه هو النظام. واحد داخلي يكون واحد الخطه تاع عمل يكون كل واحد له ما له ويتحاسب على لاطاش اللي عنده. فهذا كانت يعني كاينه الرؤيه وكاين البرنامج وكاين المشكل اللي كاين واللي قلتيه قبيله هو هذوك الصراعات داخليه خارج وشي كواليس داخليه وخارجيه بجوج كل نهار عرفتي راه كل اداره النادي راه كل نهار كيجي لك واحد دي كونترا ما تعرفوش واش لعب ولا بناي ولا نجار تيجيب لك تحطك شي حوايج وتقول فين كنت في هذا فين كاين يعني الارشيف تاع الفرقه اللي بغيت ترجع عليه وبغيت تبني عليه ما كاينش يعني انا بغيت نسولك يونس دابا انتم في هذه اللحظه اللي حنا كنتواجدوا فيها وهضرنا على هاد جوج ديال المحطات بالضبط جوج ديال المحطات التاريخ اللي كان فيها الحكم واللي ما تخبرتوش في الوقت ومشى عليكم الوقت ديال الاستئناف وصبح الحكم النهائي من عند الفيفا. ثم بلا ما ندخل معاك في التفاصيل ديال الكوكب المراكشي كيفاش غيفك هذا الشيء الرئيس مشى كيدير الانتدابات وبحجه ان عنده ضمانات وهو اللي لقيناه في بدايه الموسم كاين واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي عندهم دي كونترا ولكن اينو سون با كاليفيه باش يلعبوا مع الكوكب. دابا في هذه اللحظه اللي حنا كنهضروا فيها شنو المؤاخذات ديالك انت واحد المجموعه ديال الناس تما على التسيير ديال الكوكب المراكشي حاليا واش شنو هما الحوايج اللي متفقين فيها وشنو هما الحوايج اللي ما متفقينش فيها دابا؟ وكيد وحنا يعني الحمد لله بعدا واحد الحاجه اللي مهمه لانه كان بعض الصحفيين اللي انت هما كانوا تيتسائلوا تيقول لك بانه المكتب ما متفاهمش ولا ما شاجه الحمد لله اللي كاين هذا كاين المعارضه في وسط المكتب انه كان راي وكان الراي الاخر وهذا حاجه طبيعيه وحاجه يعني حاجه محموده تكون انه لابد من المعارضه باش بنادم تطرح الضروبه بالمسائل واحد يكون عنده راي واحد يكون عنده واحد لونجل ديفيزيون اون لي زونجل ديفيزيون ديفيرونت يعني هذا بحد ذاته بالنسبه لي تنشوفه انا ايجابي وهذا تيرجع للكوكب وغادي يرجع للكوكب المسار تاعو. فهاد الظرفيه وهاد المشاكل اللي تيهضروا على دابا الناس وتيحاولوا يعني انه كاين بعض يعني لي ريزو سوسيو وداك الشيء علاش بغيت انايا نخرج لهاد كنت يعني راه حبت بالفكره باننا نخرجوا يعني نفكوا المواطنين والجمهور المراكشي على ما يقع في الكوكب المراكشي.
كاين واحد بوادر تاع انفراج ماديه وهيكليه في الفريق. السي الرئيس يعني بحكم سنه كان عندنا سنه احنا السنه هذه اللي دازت لا سنه شي حاجه وحنا تنجمعوا في المعلومات تنعرفوا من معانا وشكون اللي ضدنا شكون اللي عنده تي يعني كاين الناس السي منير غريب 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 الناس شغلهم شاغل هو تصور انت فريق زي لعب ضدك تدير ليه بريم انتر من مراكش باش يربح الكوكب خدام سيد انتر شي حوايج ما تصوروش حنا ما فهمتش لما فاش يكون الفريق في مشكل حنا يعني جميع يعني الجماهير الفريق ولا يعني الطاقات الموجوده في المدينه خاصها تلتف وتجي تعاون هذا الفريق وحنا يعني فاتحين البيبان للجميع يعني منفتحين انا لحد الان تنستغرب لانه قليل اللي من حتى المنخرطين اللي تيحاول يتصل بك وتيقول لك اش نقدر ندير باش نعاون يعني غريب ما يقع اما يكون ما جاوبتينيش على السؤال ديالي اخويا يونس شنو نقاط الخلاف لانه هاد الايامات كنسمع بزاف ديال الاستقالات في المكتب المديري ديال الكوكب المراكشي شنو نقاط الخلاف دابا مع الرئيس وهذا الشيء بان من بعد الندوه الصحفيه شنو دابا نقاط الخلاف ودابا نقطه الخلاف يعني كان الرئيس اللي تكلم واحد قال واحد ليكسبرسيون واش يعناها شنو هو المعنى تاعها هو قال هاد الناس هادو واش جايين يديروا في المكتب يعني اش فهادي يعني كانت شويه صدمه وكانت شويه يمكن تعبير خلينا التعبير باش يقول اش جاي يديروا في المكتب بالعكس حنا جايين باش نغيروا كاين واحد الاخوه اللي جاوا باش يغيروا وتعاونوا وعطاوهم يعني الغالي والنفيس عطاوهم فلوس وليداتهم وداك الشيء باش يتعاونوا مع الفرقه ولكن راه الظرفيه اللي جات تسير فيها ولا سي الرئيس مشكور لانه اغلبيه ما هو مالي كان تكلف به الرئيس واصدقائه والاخ تاعو وبعض الاخوه اخرين وبعض الاعضاء تاع المكتب يعني كان غريب يخرج بهذا التصريح هذايا ضد هذا الاخوه هذو وهذا جو بونس هو الناس اللي ولاو تيقولوا الا كنا حنايا غادي نكونوا يعني ضرالي توقف هذه المسيره تاع الاولاد الرؤيه تاع هذا الرئيس هذايا حنا تنفضلوا ننسحبوا انا شوي كونتر انا شوي بابو انا بالعكس انا تنفضلوا بانني نبقى ونساهم بال اذا انت غتبقى واخا مختلف الراي مع الرئيس بيان سور نبقى لانه شوف فاش تكون مع واحد المكتب انت راه ماشي انت شو دوفني اون اكيب دو ترافاي ليكيب دو ترافاي خاصك تشتغل معاه رغم انك تكون حزازات بيناتكم ولكن تتصل الكره بحال الفريق تاع الكره تكون تلعب معاه وعندكم ان سول بي هو باش يوصلوا هذه الفرقه للامام يمكن ليش انايا نخرج ونعطي واحد الصوره سلبيه على المسير الان لا اللعابه اللي كاينين دراري صغار يعني غادي تهز لهم لا المعنويه تطيح لهم المعنويه تاعهم فحنا الان يونس تاجر يونس اخويا كنشكرك جزيل الشكر على التواصل حاولت انا غير نعرف واحد جوج ديال المحطات اللي انت مشكور اننا عرفناهم جوج ديال الحوايج ان الحكم كان في الحكم ديال الفيفا كان 25 مارس لم يتم الاخبار من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم حتى وصلت لو 22 افريل الوقت اللي مشات الفرصه ديال الاستئناف ثم الحاجه الثانيه ان الكوكب المراكشي كان ينتدب وكيوقع عقود وانه كانت عنده ضمانات شفويه من الله اعلم والغالب انها ضمانات ما يمكنش الرئيس يكون كيدير شي حاجه بدون ضمانات من الجامعه شفويه وفي نهايه المطاف الجامعه هي اللي ما كتكاليفيش اللاعبين بمعنى كاين مشكل هنا وكاين مشكل هنا فشكرا لك يونس تاجر عضو المكتب المديري لفريق الكوكب المراكشي نتواصلوا ان شاء الله في مناسبات اخرى مقبله ان شاء الله تنشكركم على الاستضافه وتنشكر السي فخر الدين اللي راه توحشنا وان شاء الله في مراكش على القريب ان شاء الله الرحمن الرحيم عابقى في مراكش تقاد عاد نجي
طبعا انا مستمعين الكرام وسمعكم برنامج البطوله بعد قليل. مباراه البطوله الاحترافيه ديال اليوم، امس فوز الرجاء بوجده على المولوديه، واليوم الوداد يستضيف اولمبيك اسف. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام، تحيه لكل مستمعينا الكرام، ونذكركم بالارقام الهاتفيه للتواصل 0522 36 10 36، 0522 36 05 36، في استقبال مكالماتكم ايمان بالابتسامه، وفي تمرير مكالماتكم مراد تا هو بالابتسامه، واخا ما عجبوش هادشي اللي كان كيسمع الكوكب، ولكن ما عندي ما ندير لك مراد باش تعرفوا انه كاين عندنا واحد التنوع هنايا في المخرجين، كاين جمال محب الماس، مراد محب الكوكب، ايوا حنا غاديين الحمد لله. فجا المدير التقني المهدي حتى هو محب للوداد. المهم حنا بشويه بشويه كاين من كل فريق طرف. ندخل منافسات البطوله الاحترافيه قبل ما ندوزوا للماتش اللي غادي تلعب اليوم ديال الوداد اولمبيك اسفي ديال اخر مباراه دوره 6، اخر مباراه لعبت البارح المولوديه الوجديه والرجاء، فوز الرجاء ب3-1. ايوا يمكن نتكلم على هذه المباراه على اساس خدينا المعطيات ديال جوج المباريات ديال كل فريق الاخيرين. لقينا بان المولوديه الوجديه لان انتصر في جوج ديال المباريات وقدم على الاقل كيف كنقولوا حنا ان بون فوتبول، سيرتو في الاخر مع اكادير وداك الشيء. ولكن البارحه مولاي كنظن بانه مع فريق الرجاء، فريق الرجاء قدر يسيطر، سجل الهدف الاول، ثم كبار سجل الهدف الثاني ترفض بحديث الفار على انه باليد، ولكن انت ملي كتشوف راسك على انك كنت منهزم منير وتسجل لك الهدف الثاني في الدقيقه 8، اش خصك دير؟ خصك تدوا رياجي. وحنا كنقولوها ديما كنحملوا المسؤوليه للعابه والمدرب، واش المدرب كان سير لو بون، واش شاف شي حاجه ولا ما شاف والو. ولكن تبين على انه الوقيته اللي فريق الرجاء قدر يسجل الهدف الثاني احداد، ثم يعني تلقاو هدف في الدخله اتونسيون 45 وقيلا 46 ويلعبوا بها تمايا، سجل متولي ما غاديش يضيع، متولي تبارك الله مع الاكسبيريونس. اذا انا بان لي منير على ملي كتشوف الماتش، ملي كتبقى دابا الا ما تفرجتيش وسمعتي 3-1 غيسحبك الريتم ديال المباراه كان طالع بزاف. هو المباراه بحال تحسمات في واحد الظرف وجيز، خضروا فريق الرجاء داروا البريسينغ، حيت الا تبعتي معايا حتى الهدف اللي سجل احمد الثاني جاني هدف سهل زعما خرج ما بين لا ديفونس وسجل. اللي غادي نقول لك انا واحد 15 ولا 20 مينوت ديال البريسينغ اللي داروا فريق الرجاء على الفريق ديال على الدفاع ديال وجده هو اللي خلاهم على انهم يرتكبوا هذه الاغلاط وسجل. ولكن راه من بعد منير الا شفتي الشوط الثاني راه كان مقسم فيه واحد شويه لا بوسيسيون ديال الكره المولوديه الوجديه، وفيه محاولات بين الفين والاخرى الفريق الرجاء. سمع واحد التعليق سنديروه موضوع ديال شي حلقه. انس قال لك سي منير ما حدك كتنقص من الشابي وهو كيربح، زيد كريتيك. هو راه حتى الجمهور ديال الرجاء ملي كنتكلم معاهم وداك عدد كبير ديال سميتو اتونسيون. واسي انس اللي حطيتيني انا هو جمهور الرجاء كامل. الله يجزيك بخير. ماشي هكاك، غير واحد القضيه منير اتونسيون راه الفيكتوار تما كتنقص منه ما والو، ولكن اللي غادي تتفرج مزيان وغادي تشوف راه البارح في لا دوزيام ميطون وخصوصا لي شونجمون اللي كانوا راه اوروزمون. انا كنت كنتكلم مع شي ناس محبين عاشقين كاع، دابا كيقول لك تربح كاع حتى بخمسه ولا سته، ولكن ملي كتشوف وجده رجعات وماركات عليك صافي ديال راه حتى لي شونجمون اللي كانوا راه ما عطاوش خاصة واحد الشونجمون هذاك واش غيهضروا عليها حتى جمهور الرجاء غادي يشوف اللي كيتفرج البارح راه شاف واحد لو نيميرو 7 ما فيها بس كان ذاك اللاعب ديال طونجي لاعب سيلا لاعب الكامبي جبريل سيلا ديال سميتو كنظن بانه منير يمكن جمهور الرجاء شاف اللاعب اللي مسجل به الهدف الاول فرح اللي كنظن انه ما كنظنش شي واحد غادي يكون يختلف معنا ولا مع ذاك الشيء اللي عطى في ذاك الماتش وذاك الجري اللي جراه والكره كيفاش ضربها بلا ما يدير لا كونترول البرودوي ديالك ها اللي كنقول دائما انا ديما البرودوي ديال شي فرقه تنشجعو حتى ولو يكون كاع لاعب 30% و 20% اوليو باش نجيب انا واحد يتقام عليا بالفندق ولا بالدار وبالسالير وهذاك الشيء وما كيعطينيش راه كلشي تيقولها راه كلشي مولاي تيقول لك كما قال نجمي الصديق ديالنا تيقول حتى هو تيقول لك ودي انا نجيب ان اترونجي موني راه خصو يكون حاضر معايا خصو يحضر 90 دقيقه ديالي خصو يعاوني ما غاديش نجيب كلام زباله ديال الفلوس وتبقى جالس كتفرج وفرقه كتربح راه هذا هو المشكل. غير هو البارح اللي هضرتي على الماتش ككل، الماتش كنقول لك ملي كتسمع 3-1 غادي الى غمضتي دابا خويا يبقى وبركان 3-3 كان ماتش عامر. هو اللي سولتيني عليه قبيله
الراجا وتتلوح الريتم ديالو قل الريتم ديالو الراجا كانت بامكانها كون 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 لي شونجمون كانوا فور كانت الراجا تقدر تسجل اكثر من حتى ملي كيبري كانت لعبه بريمير ميطو كون زادوا كسيره وشويه كانوا كيكونوا تغييرات لانه كتعرف الريتم يلاه لعبوا ماتش نهار السبت جوكروا في فسميتو في مراكش يلاه جاو هذا لعبوا الحد مراكش لعبوا الحد راه سي با فاسيل لا شوف ما تابعهمش انا ما كندويش منير على ما عمرك ما تهضر معايا على لو ماتش هضر معايا على الديبلاسمون وعلى الرازيك تيكون عامر خصك تجي من مراكش تدخل الدار البيضاء تريني تهز عاوتاني رحله راه هادو كل عوامل عند اللاعب المغربي كيكون عنده شويه كيكون عنده تاثير لوزمون عندك على الداخل ما عندك ما دير ما عندك ما كون كان ديبلاسمون اللي بيري علاش البارح ملي كتشوف انت لو ريتم في الاول ها واحد شويه منين حسمتي المباراه اي جون جيري لو ماتش مونير ترونكيل راه حتى ديك كارطون روجا ما كانش تكون ديال الحركاس راه ما خصهاش تكون مونير في خداها فين خدا كارطون روج راه خدا في ميلو التيران في ميلو التيران هو كان وقيلا كان زيد شويه حركاس انا لاعب تفرقته لا لا مونير لا ما كتستدعيش لا كان منفعل من الاول لا مونير ما كتستدعيش شوف منفعل 0-0 واحد لواحد من بداية الماتش هو منفعل شوف لا ماتش كيكون قوي كتقدر تقول لي غلط ماتش كان مربوح الحمد لله هذيك غير غلط وقع غلط وصافي ما كانش يكون هذاك التدخل على اي انا كنقول بان راه 3 بوان مهمه سيرتو على الاكستيريور في هاد الظروف هادي راه مزيانه فيصل الحيمر قال لك السي فخر الدين ما بينتيش ليا داك الشيء اللي كنت كنتسنى منك في الضيف ديالكم ماشي هذا هو الفريخ ماشي مشكل شكرا ومره اخرى اسمح لي نوضح ليه لا وضح ليه وضح ليه قول لي كاين كاين بزاف ديال الطرق انا كنت كتكون كتكون كتحاور ضيف انت ملي كتكون كاين المحاور والمحاور كاين مجموعه ديال الاشياء انت اللي بمجموعه من الطرق كتبغي تجبدها سي فري والطرق كتختلف راه نقدر نسول سؤال ما يجاوبنيش نعاود نعطيه عاوتاني معطيات اخرى المهم كناخذ هذيك المعلومه اللي كنت كنقلب عليها انايا وكاين طريقه اخرى ديال ولا وقول لي وعلاش نتايا ولا لا 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 وانتم هذاك الشيء كل واحد كل واحد لا وحاجه اخرى بونير انت اللي كنت كتقلب عليه هو ذوك الانتدابات والورقه هو التواريخ والورقه اللي ما وصلتش ديال سميتو حنا هادشي اللي كنا كنقلبوا عليه انا الدوريات كنعرفوا هو تيقول لي ما خرجتيش منه الدوريات كنعرفوا راه قلت لي قبيله قلت لي انت ولدي ما كنتش كنتصور كاع غادي يكون في نشوفوا نشوف السير ديال الكوكب الكوكب راه صعيبه مونير السيره في هذا الوقت دابا قبل ما ناخذ يوسف من اكادير المولود ديال وجديه والحاله اللي بان عليها البارح وراه بان مونير راك كنتي تكلمتي معايا ذاك النهار قلتي لي الاضراب على التدريب حنا كنهضروا عليه باقي ضروري كتخلص في داكشي وباقي كنعيشوا منير هادشي اللي ما خصناش نعيشوا دابا كيفاش بغيتي تشوف انا نعطيك واحد القضيه هاد الجمهور مسكين دابا اللي اشاك فوا كيمشي يجلس حدا شاشه التلفازه باغي يتفرج كيبغى يدير تيشوف مباريات قويه في حضور وفي تواجد هاد المشاكل اللي كيعيشوها الفرق انت وزهرك ما تقدرش ما تقدرش منير ما تقدرش تشوف يا با ما كاينش ان اكيليبر ما كاينش ما كاين والو مشاو ناخذوا معنا كتشوف وجده البارحه مونير كتشوفها فرخه هل تقلتيها فيزيك ما واحد قدر تيبان لك ما قادرينش كاع سميتو ما قادرينش يسيروا ناخذوا معنا يوسف من اكادير سي يوسف مرحبا بك مرحبا سي منير اهلا سي يوسف كيف الحال تحيه كبيره لكم وتحيه للاسطوره ديالنا سي فخر الدين الرشحي الله يكثر خير خويا بارك الله فيك هذه اول مشاركه ليا مرحبا سي يوسف مرحبا بك وعندي جوج نقاط النقطه الاولى بغيت نهضر على الفريق الام ديالي فريق الوداد اييه والنقطه الثانيه الفار بالنسبه للوداد غادي نسولك انت سي فخر الدين مرحبا واش ما كتلاحظش انه دابا فريق الوداد كتلاحظ انه مقابلات البطوله كيكونوا عندنا لاعبين وملي كنبغيو نمشيو لعصبه الابطال كنديبانو بلاعبين اخرين يعني حتى الطريقه باش كنلعبوا المقابلات ديال البطوله راه ما كان ماشي هي اللي كنديرو في عصبه الابطال ملي كنمشيو للمقابله ديال عصبه الابطال كنتلفوا لا عيت واش انت عارف بان هذوك عرفت بان هذوك ما مقيدينش ما مقيدينش حيت ما جاوش الوقت المناسب الله يرضي عليك ولكن هذا راه خطا فادح واش خصك دير لا يمكن فريق حجم الوداد اللي تحفظ الخطا حشومه وعيبه هذا ما خاصناش كاع نقولوها حنا تجاوزنا هذه ولكن هادشي دابا الفريق كيتضرر حتى الا لاحظتي في المقابلات في البطوله الفريق ملي كيدير ركراك التغييرات كيدخل داك بينزا وكيدخل شي لاعبين كتحس بالفريق كيبغي يعطي وملي كنمشي لعصبه الابطال ما كنستافدش بهذوك اللاعبين كنبانو ضعاف
هذه النقطة ديال انت جاوبني على استفهار ديال مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك واش عندي الحق ولا اش لا لا انت خرجت مني شوف راه عندك الحق لانه شوف لا ديكلاراسيون ديال الركراكي اش كان قال لك عقلتي قال لك انا فرحان ما عمرك اشتغلت مع شي فرقه عندها هاد ليفيكتيف ولكن كيبقى هاد ليفيكتيف كي قلتي انت ما مستفدتش منه لا ماشي ما مستفدتش منه بحال مفرق على جوج لا شوف عا بلاتي مستفد منه من خلال البطوله كيف قلتي انت ولكن ملي كيدخل لهاد الشامبيونز ليغ كيكونوا عنده غيابات وانا متفق معك بحال دابا نهار غانا كون كان عندك دابا داك بنيشون البيزا وكان عندك تقدر تقول بعدا على الاقل شي واحد يدخل مرحبا مرحبا كنت ديك النهار مع قلوب الصنوبر ما عندناش حنا مهاجم صحيح اللي كيدار مع هذوك كاين اي لاعب في الوداد كيتهز مع الكره مشات ليه وشوف انا نقول لك واحد الكلمه ما ربحناهمش وثاني حاجه قلوب الصنوبر ما كانوش قويين في الكره العاليه حتى في الكره الارضيه حتى في الكره الارضيه كانوا واعرين علينا كان جبران والحسوني يلا كيدير كونترول كيرجعها مشات ليه انا حسينا بواحد الضعف كبير في المقابله ديال قلوب الصنوبر ما هذه وحاجه اخرى كيف يعقل انت شاد الدفاع ملعب وحدة الحارس وشد الهجوم لعبوا حدا الحارس تاع الفريق الخصم مثلا ما عرفتش الطريقه انا ما فهمتش الدفاع ديالنا حدا الحارس ديالنا والهجوم حدا الحارس ديالهم شكرا لك سي يوسف هذه النقطه الاولى بالنسبه للفار تبقي هذيك النقطه الاولى باقي ما وصلش للفار بسرعه خويا يوسف يلا غيمشي يشوف الفار هو على هادشي اللي قال انت هضرتي على الحاله استيفا كردين ديال الجيش الملكي اللي ما كانش فيها ضربه جزاء مع الجديده لا شوف هذا تصنتيه ضربه الجزاء ديال البارح ديال وجده مع بركان تصنتيه هضر معك انا كنقول لك داكشي اللي كنشوف وما كان ما كنقروش انا ها اتونسيون ديك على حساب الرؤيه ديالي انا متفق معك ما فيهاش ضربه جزاء انا سي يوسف ملي كنكون نهضر هنا تنقول لمنير انا داكشي اللي شفت البارح هذه كمتفرج كتازه شوفه ديالي حتى يوسف يقدر يكون عندك شوفه دابا هما ملي كيديروا اجتماع راه كيفاجئوك هذا هو المشكل شكرا يوسف والضربه الجزاء تاع وجده البارح يوسف شكرا اخويا تحياتي يوسف من اكادير شكرا غادي ندخلوا مباراه الوداد الرياضي والاولمبيك اسفي اليوم وليد الركراكي حاضر مزيان هذه بعدا هذه نقطه ايجابيه انه غادي يكون له ستارت الحمد لله بعدا اللي شافها الوقت اللي كتجي فيه هذه المباراه الوداد مع اولمبيك اسفي جاي في ظروف شويه صعيبه لانه الفريق في ظل هذه الغيابات المتواجده ويمكن نقدر نقول لك انا بعدا بنيشون انا عمليه جراحيه جو بونس تيكون سميتو ثم المترجي اللي توتصاب عنده لابليسير ديالو يمكن تعول على بينزا واش يدخل كاساسي من الاول هذه كلها معطيات منير كتبقى دائما الاختيارات الوليد الركراكي هو اللي غادي يكون عنده الاختيارات هو اللي خصو يوظف شنو الفريق اللي غادي يقدر يدخله منير ويربح اولمبيك اسفي الى بغيت تبقى غادي دائما غادي في لاكورس كيف كنقولوا حنا ديال البطوله ثم تواجه واحد الفريق اللي انا بالنسبه ليا مرتاح شويه على 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 فريق الوداد حيت فريق الوداد من بعد الرحله ديالو من بعد المباراه ديالو بعدا من بعد المباريات ديال اللي غنقولها عاوتاني ديال اللاعبين اللي كانوا في المنتخب ديال المحلي هذه كلها مسائل اثرت بشكل كبير وشفناها مع غانا وغادي تدخل دابا عاوتاني وغتواجه واحد الفريق اللي كيف كنقول لك انا منير بلا تقبل تهضر مع اسفين نقافك نقا مع الوداد كتوقع يكونوا شي تغييرات بهذه المعطيات اللي قلتي ديال اللعابه اللي كيبقى عنده اختيار شوف منير القاعده الحمد لله كاين رغم كيف كنقول دائما كيبقى دائما فريق الوداد كاين لاعبين اللي انت موقع عليهم منير تما على اساس خاصهم يدخلوها منير ويعطيو انا هذه لا ديفيز انا كنتكلم بهذه الطريقه هذه الا كنتي نيت محترف اما ما تقولش لي انا الا غاب شي واحد لا حنا عندنا غيابات وي كتكون دائما ما كيتعوضش لاعب لا هذا الشيء كامل ووليد الركراكي راك صرحتي قلتي راه عندي افكتيف اللي ما كان عندي دونك خصك ديما كل ماتش جوستيفي انه راه عندك الافكتيف وحشومه نهضروا على الغيابات دابا اليوم انا كنظن بانه اليوم كيبقى لي هو الخيارات هي اللي غادي تكون امامه شكون هما اللاعبين اللي غادي يكونوا موجودين وغادي يزعم بهم ويلعبهم واش غادي يعطي 90 دقيقه لهذوك اللاعبين اللي هما مازال يعول عليهم في واحد الماتش اللي هو مهم اللي هو ضد قلوب الصنوبر هذه كلها مسائل كتبقى مطروحه امام المدرب اكثر ماشي اي واحد انا يعني هو اللي معني بالامر ثم اللاعبين اللي غادي يتواجدوا في هذه المباراه غير ما تنساش منير بانه انا على يقين بانه
وليد الركراكي عار بين غيواجه واحد الفريق اللي هو اولمبيك اسفي اللي اكثر من مره كيجي للدار البيضاء وتي يقوم بمباريات اللي كتكون في في في, في المستوى زائد الراحه اللي كيتوفر على اولمبيك اسفي عكس فريق الوداد. هذه كلها مسائل ولكن تيسيفدو حدين ديك الراحه ثم لا ثم منير التفكير كيفاش غادي يدخلوا اللاعبين ديال فريق الوداد وكيفاش غادي يوجدوا لهذه المباراه واش غادي يركزوا على ساونس ديال اسفي ولا غادي يدخل وانت كتشوف نهار اللاعب وكتشوف انا ان كونساي ولا نصيحه من عندي انايا هو انه نسى نهار الحد ما خصش تهضر عليه كاع قولوا كانك ما لعبش ما تفكر فيها حتى الغدا التفكير اللي خصك يكون عندك اليوم دابا اسفي هو اسفي دير هاد ساونس ديالك ان شاء الله وهاد ساونس غتعاونك بزاف على غانا لان الا درتي ان بون ماتش وانتصرتي غتكون بحال كنقول انايا بدايه ديال مباراه غانا اليوم غتكون بدايه ديال اسفي والنهايه ماشي هي ديال اسفي تكون نهايه ديال الفريق الغاني اولمبيك اسفي من هاد الماتشات اللي شفتيهم ديالو واللي كنا تكلمنا عليها بزاف وتكلمنا على فوزي جمال وهاد الفتره ديال الراحه اللي خداوها كثار من باقي باقي الفرق وما مشاوش عندهم لاعبين كثار للمنتخبات مرتاحين يعني يلا كيكونوا يلعبوا هادي ماتش ميكو واش غادي كيف قلت لك سيف ذو حدين واش غيكون ارتاح بزاف وخرج من المنافسه لا منير شوف لانه مرتاح ومريكوبيري صار بعض القضيه حتى التوقف ديال البطوله اللي كان معطل وحتى ديك الراحه ديال اللاعبين انا كنظن شكون اللي غادي يكون مستفد اكثر هو المدرب هو اللي غادي يستافد لانه عنده وقت كان عنده وقت كافي منير لانه يصلح ما يمكن اصلاحه لان دائما كنت كنسمعوا في التجوبات ديالو تيقول لك مازال كنشتغلوا على هذه مازال كنشتغلوا هذه كيبقى المدرب المدربين اللي صرحوا قال لك انا كنتظر 15 يوم باش ندير قلت لك انا حيت انا شاك فوق كنسمعوا تيقول لك خصنا نشتغلوا كل واحد شوف كل مدرب منير دابا عنده واحد الرؤيه ديالو في هذه المباراه هذه اللي عنده الضغط اكثر هو فريق الوداد لانه مطالب بالانتصار والانتظار مباراه ديال غانا الانتصار البطولة لا الاخرى الانتصار والانتظار الانتصار موني والانتظار الانتصار وي تربح ان شاء الله وعاد تفكر في المباراة ديال وانتظار مباراة ديال غانا ولكن التفكير الان في المباراة ديال اولمبيك اسفي اللي ما تكونش سهلة غتكون صعيبة منير نمشيو ناخذ متصل اخر ناخذ معنا السي محمد من تفراوت سي محمد مرحبا سي محمد الو السلام عليكم الله يبارك فيك سي محمد الحمد لله الله يطول عمرك اسيدي والله اكيد يا فخدين الله يبارك فيك بارك الله فيك كل شيء بخير الحمد لله خويا بارك الله فيك عقلتي عليا وليكتي بدا تقول الحقيقه تيطيروك بغيت نسولك على واحد القضيه الله يجازيك بخير فخدين مرحبا بك بغيتي يقول لي كوبري غادي يقطع بيك البحر لهي ستة دقائق ديال هذوك الناس غتمركا فيها ثلاث بيوت ولا اربعه بيوت. إلا مشيتي لهيه. إلا مشيتي لهيه وهنايا ستة دقائق وهنايا ستة دقائق ديالنا. ستة دقائق ديالنا لا كيبدل فيها الكول غال كيدير فيها غال بروتيج باش يدخل. وقعت ذاك النار وقعت. هذيك هي علاش شتيت كان ديال لا هذاك شوف هذيك اللقطة حتى هذيك ما بغيتش نهضر عليها لأنها أثرت فيا بشكل كبير. ما بغاش يدخل. لا ماشي هكاك شوف غنقول لك قضية هذه من المسائل ديال شوف غنعطيك واحد القضية والله العظيم. نعطيك داكشي اللي عشناه داكشي اللي عشناه انا نقول لك انا من الناس في التدريب ملي كنسير لو بون دو توش لو رومبلاسون عندي خصو يكون موجود شتي صمتي عندك كاين شي وحدي كنت كنشوفهم ما داخل لك لا بتقاشر لا بروتيج لا حتى شي حاجه جالس صمتي يهضر معك تيدخل تيقول لك انا رومبلاسون زعما هذيك رومبلاسون بحال شي حاجه اللي هي ما نقدرش نقول لك بحال يقدر يبقى في دارهم كاع ما كاينش بالعكس هذوك 18 خاصهم يكونوا لابسين موجودين راه داك الشيء اللي شفت انا داك النهار كارديان بيوت راه خطير اصاحبي خطير لا صباط بغيت تلبس لا ليبا لا بروتيج لا راه 6 دقائق و7 دقائق ماشي حشومه راه خطير هذا الشيء خطير وكون كانت عندي عماريه في الدار كنت ديتها لهم اودي راه شيء مؤسف انت دابا الله يسامح السي محمد حنا كنهضروا السي محمد بهذه الطريقه ولكن اتونسيون راه حنا انا نقولها هادشي اللي كان اللي واصلين ليه واللي كنشوفوا فيه راه ما كيفرحش لا تيخلعتو ما كيفرحش ولكن هادشي راه المدربين غنقولها ونعاودها السي راه المدربين اخويا انت ملي كدور شوف ملي كدور عينيك وتشوف لو بون دو توش هز عينيك وشوف اللعاباش لابسين
واش موجودين ولا لا. لان شوف لان لي بلوسير تيكونوا في لي شوفمون اتفرجنا شوف راه خرجوا لينا لعابه شوف خرجوا لينا لعابه في لي شوفمون باقي اللعابه يلا كيسخنوا الفوق حتى كيهبط عندك شي واحد كيقول لك السي فخر الدين راه اللعاب فلان فلاني راه تبليسه. اذا هذاك لي كورون بلاصون خاص يكون ديجا موجود باش يطلع ورون بلاصي هذاك وما ما كان للاسف. شكرا لك سي محمد. شكرا لك خويا. شكرا شكرا سي محمد من تافرا. وتفيصل الحيمر قال لك بغيت المكتب المسير ديال الرجاء يوفر سيرفيتات ديال النادي للسي الشابي حيت راه حنا في بطوله احترافيه ويلبس اللي بغا هو ماشي بالضروري المدرب كيلبس السيرفات ديال الكلوب. كاينين كاينين اللي كيلبس السيرفات الا كانت هذا كيلبس ولكن ماشي لا ماشي اوبليغاتوار اوبليغاتوار. اتحدى القجاع ان ينشر التقرير المالي لنهضه بركان كما تفعل الرجاء ورينا منين كيجيب الفلوس. سي امين جناتي هو حتى الجمع العام ديالو وشوف بغيت واخا المكتب المسير واخا سيدي واخا ملي ما داش نجيب الودادي من طنجه هذاك هو ما عرفتش السياسيين شنو كتقصد. فرق كاملين بنفس المستوى اسفي تقدر تربح الوداد. هذا محمد من تطوان. لا هو الفرق ما كنهضروش عليها منير ولكن كيبقى دائما مباراه في كره القدم. وعودتنا المباريات في الدار البيضاء هنايا ان كيكون فيها بزاف ما عمرها ما كتكون محسومه من الاول الا في بعض الحالات ملي كيبان لك الخصم الاخر راه اخبار تروج عن غياب داري مباراه ليلي يحيى ما عرفتش اخويا والله ما عرفتش. فوزي جمال رائع في الهضره ولكن في التطبيق الله يجيب واخوها. المهم بعدا المهم كيهضر في التطبيق ننتظروا ننتظروا بصح. اتحدى واخا اعتقد ان الركراكي غادي يلعب تشكيل مغاير سلطان حسين هذه بين قوسين واش غادي يفكر في الماتش ديال الحد ولا ولكن عنده ليفيكتيف يعني اللي دخل اللي دخل ما كاينش ما كيبانش انه كاينه تغييرات. في ظل الغيابات في الوداد اين الخلاف مدرسه الوداد بين قوسين سعد السابي هذا موضوع اخر. وعلى ذكر مدرسه الوداد كاس العالم للانديه رسميا تهزات من اليابان غتمشي للامارات. سمعتها ولا غادي يشارك هو نادي الجزيره الاماراتي هو اللي شارك تما اياه معاه معاه الوليد حيت هو بطل الامارات. داكور معاه الوليد محمد ربيع الذي خرج ذات يوم من تيران الوداد غادي يمشي مشى للامارات دابا بطل الامارات دابا غادي يلعب في كاس العالم للانديه. ها واحد من الوليدات اللي خرجوا من تما ما عرفناش كيفاش خرجوا. الكراكي مدرب افكاره محدوده ويلعب بنفس بنهج دفاعي. الله يا ودي السياسي احكام القيمه عرفتي انا كنكره هذيك الاحكام ديال غادي يكون الاحكام اللي كتعطى اكيد ديال غياب ضاري يمكن يكون ضاري. انا كنظن بانه حتى في لاكس من بالنسبه لي انا ضاري كنقول لك دائما لعاب اللي هو اكثر من مره كان كومارا وابو الفتح كنشوفو تدخل لا ولكن هو الشكل ديالو عاوتاني اتونسيون وكاين سبب الغياب يمكن عنده شي الم في الفخذ ولا شي حاجه اللي سمعت غير هو تيبقى لو كوتي ديال داري في ذوك التدخلات ديالو والقراءات ديالو ديال فهمتي بلا ما يدير لك لا فوت لا والو هذا هو كاين واحد جوج هنا كيتلاجوا مع بعضياتهم واحد بركاني والاخر بيناتكم واحد كيقول ليه القجع الاخر كيقول ليه. محمد الرجاوي المغرب ربح درجتين في التصنيف العالمي بالتوفيق لفريقنا الرجاء البيضاوي هذا هو الموضوع واخا ما كيبغيش فخر الدين وباش لا 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 صدر التصنيف وحنا دابا ولينا في 29 عالميا دونك رسميا حنا في الخمسه الاولين في البراج اللي غادي يستقبلوا المباراه ديال الاياب. كيبقى دوك الخمسه الاخرين واش مصر واش الكوت ديفوار او غانا واش بينين واش الكاميرون واش جنوب افريقيا. ايوا يعني بدات كتضح الا كنتي باغي تدوز امونير خصك تدوز من هاد صافي خصك توجد ما تبقاش تقلب على ادفيرسير. انا هكا باش كنامن انا جو سوي فور ما بقاش نقلب على منتخب ضعيف ولا نقلب على هذا. واش انا عندي امكانيات ديالي باش ندوز راه ما عنديش ما كندوش. وعندك دابا ماتش الي على برا وماتش روتو في بلادك هذه مزيانه واخا هي باش شويه منير بحال بحال ماشي بحال بحال يعني انا عندي شي ما بقاش عندها شي حاجه كثيره خصوصا الا تلاقيتي دابا مع الفرق اللي عندهم لاعبين دوليين اللي متعودين على انت شتي شحال ماتش لعبنا هنا منير وخلق لنا مشكل. يسمح لي مراد خبر اخير زكريا عبوب رسميا قدم استقالته من تدريب منتخب الشبانه. واه شوف زكريا ما جاش وقدم استقاله هو عزى باسباب شخصيه وصحيه. زكريا انا صديق ديالي وكنا نيت كنشتغلوا في نفس هذا كنظن بانه زكريا ما تنظنش يجي ويحط الاستقاله ديالو الا ما كانش اسباب وصلات لا وصلات شي حاجه اللي انا ما بقاش يقدر يصبر. وهو من النوع اللي راك عرفتي انت كيدير حار وما كيرضاش وهذا
راه شاف شي حاجه اللي ما عجبتوش. في انتظار ان ينكشف الخيط الابيض من الخيط الاسود في هذا الموضوع. شكرا لك فخر الدين، نتلاقاو غدا ان شاء الله. وكنشكروا حتى مراد في اخراج حلقه اليوم، وشكرا لكل المستمعين ديالنا الكرام. بعد قليل كوت بيشو، بقاو دائما مستمعين اوفياء لبرامج شدايف. الى اللقاء.